خلينا في البداية أبدأ معاكم جولتنا في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هيبدأ معاكم تحديدا من القاهرة ومن الكورنيش اللي بيشهد طبعا كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وبتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده كمان، وظهرت سيولة مرية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد شهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم محافظة الجيزة، وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نفس السيولة موجودة في شارع السودان على كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة. ظهرت كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرية ما عدا الشوارع المغلقة، ده بسبب بعض أعمال التطوير. وشهد كمان طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، وانتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. ظهرت كمان تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم، لكن ناخد بالنا للقادم من دائري المنيب تجاه محور المريوطية والطريق السياحي ما زال مغلق، وناخد بالنا كمان من التحويلات المرورية اللي معمولة علشان تسهيل الوصول. نروح معاكم محافظة الإسماعيلية، وهنجد أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرية حتى مبنى المحافظة والجامعة، لكن الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرية، وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة. طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرية لكنها متحركة. وأخيرا نروح معاكم لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لكن لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي كثافات مرية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره، في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتوصل ل 33 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة، وأسوان العظمى فيها 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.